المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات كشف للرئيس عبد الفتاح السيسي عن موعد إطلاق أول تليفون محمول مصري السمعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، واستعرض القاضي مع الرئيس أهم خطط الوزارة في تنفيذ اتفاقيات الشركات الصينية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة في المناطق التكنولوجية، كما استعرض الوزير التصميمات الخاصة بمدينة المعرفة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كافة قطاعاتها. أستاذ محمد، يعني الرئيس أكد دعمه لجهود وزارة الاتصالات والوزير، هل معنى ذلك أن هناك وزراء مدعومين من الرئيس ومحصنين من التعديل القادم؟ والله سؤالك صح، أنا كنت يعني فكرت أن اللي جاء السؤال هيبقى على التابلت المصري أو المحمول المصري، إنما على الوزير. المهندس ياسر قاضي من الناس اللي لا يتحدثون كثيرا، وبالرغم كده ناجح، فبتحدث قليل، آسف، بتحدث قليل جدا، وبالتالي ما حدش عارفه، ما حدش بينتقده، إنما القطاع إلى حد ما قطاع شركات عملاقة، فيعني مشاكله قليلة جدا. لكن أتمنى على الجانب الآخر من الخبر يبقى تابلت، يعني يبقى في فكرة من سنة كده، سنة ونص، اتقال عن في تابلت مصري ومش عارف إيه، والآخر اكتشفنا إن هو الحاجة محدودة وبتوزع وتمنها يعني دوليا بسيط جدا، وزيها زي الصناعة الصيني. الصناعة الصيني مش بمعناها المتطور، لا، الصناعة الصيني المحدود. أتمنى يكون محمول مصري حقيقي، لدينا عقول مصرية عملاقة. أنا من زمان جدا، لو أنت شفتوا وعملتوا جولات، يعني أنا فترة من فترات كنت مهتم بكليات الهندسة وبراءات الاختراع ومشروعات التخرج، لو أنت اشتغلت فيها هتلاقي حاجات نعمل اكتر من 11 مرات. انما اللي ما عجبنيش في الخبر، احنا بنتكلم عن تكنولوجيا صينية مره اخرى. انا لو قفلنا على نفسنا كام سنه وعملنا حاجه تكنولوجيا حقيقيه صناعه مصريه 100%، سيكون هذا افضل بكثير.